سلام لزامي، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناه اليوتيوب ديالي. اول حاجه غنبدا بها لا فيديو هي غندير هذا الماسك هذا ديال الشعر باش ندخل ندوج. لقيتوني دابا ابليكيت الماسك على الشعر ديالي، غنخليه واحد تقريبا 20 دقيقه ومن بعد عاد ديك الساعه ندخل باش ندوج. كنستعمل شامبوان ديال جيل، كنستعمل هاد جيل نتوايون الوجه، هاد جيل دوش بينغي، المشطه ديالي هادي ديال الصابون، اي القهوه باش نديرو كوماج للكور ديالنا. سلام لزامي، الا كنتو اول مره تشوفوا القناه ديالي معكم شيماء. هاد الفيديو هادي غادي تكون عباره على نايت روتين ديالي فوقيت الجامعه. كما كتعرفوا دينا السيمستر الثانيه، فبغيت نبارطاج معكم لا روتين اللي كندير نورمالمون. كما شفتوا في اول فيديو، اول حاجه وريتكم الماسك اللي درت لشعري. هذاك الماسك فريمون خطير خطير خطير، ما كرهتوش زعما تلقاوه في المغرب، ما كرهتكم زعما تجربوه باش تعرفوا كيفاش شحال زوين. يعني موراها دخلت دوشت وبارطاج معكم لي برودوي كندوش بهم، بيان سور بارطاج معكم حتى الجيل ديال الوجه اللي كنغسل به واللي خرجت ليا الطبيبه. المهم بلا ما تديو على وجهي بزاف، راكم غتشوفوا فيه الحبوب بزاف، راه غير حيت بديت تريتمون ديال الدواء كنشرب الكينات وداك الشيء فكيخرج ليا الحبوب في وجهي دابايا. اي اش بغيت نقول لكم، صافي دابا خرجت نشفت شعري شي شويه بالفوطه، مازال صراحه ما كملتش تنشاف حيت قلت نبدا معكم لا فيديو حيت ما هضرتش معكم في الاول ديال لا فيديو. ثاني حاجه غادي نديرها هي السيروم اللي كندير. ديجا انا راه كندير شامبوان ديال جليس هو اللي كنوريكم ديما، اي خديت مع هذا السيروم ديالو هو اللي كندير قبل ما كنشف شعري بالششوار. علاش؟ باش ما يضر داك الحراره ديال الششوار ما تخرجش ليا على شعري. اي ديزوري حتى على الضو، ما عرفت اين البوله اللي خاسره فيهم، فكتلعب ولا ما عرفتش فكتبين في الكاميرا في شكل. فوالا كنرش اكثريه على لتحت ديال الشعر حيت هو اللي كيكون كيتضرر بزاف وكيتهرس وداك الشيء. ترى موراها غادي نمشط بمشيطه باش نسرح الشعر بحال هكا. لاكولور بدات كتفتح لي شي شويه من القدام، كنكره هاد اللحظه هادي حيت كتولي لاكولور ديال الشعر خايبه وانا ما كيعجبنيش الشعر يكون صفر وفاتح. مي بون غادي كان زعما مقرر اني غادي نعاود نرجع للصالون باش نعاود صبغ شي شويه من الفوق. فالمهم من بعد ما مشط دابا غادي نوض باش غادي نمشي نشف شعري شي شويه بالشيشوار، ابخي نرجع لكم باش ما نطولش عليكم لا فيديو بزاف. سو جايز دابا انا صافي نشفت شعري، نشفتو شي شويه ترى صراحه باش كتمشطو شعركم قبل ما تنشفو بالشيشوار كيعطي واحد الريزولتا احسن كثر احسن كثر وي. دونك لي زامي قبل ما نبدا باش نبارطاجي معكم الروتين ديال السكين ديالي، غادي نبارطاجي معكم داكشي اللي خديت، واحد لي بيتي تخوك خديتهم من غاتيس بغيت نبارطاجيهم معكم. تارا ندير لكم هكا بتي بوكسين في لا فيديو، ما خديتش شي حاجه. المهم خديت هذا الماسك ديال تحت العين اللي ديما كندير من غاتيس. شحال درتو توحشتو فخديتو ترى شوفوا لكم هنا هو شتو هو هذا. موراه خديت هذا ديال غارنيي ديال لي ليفغ، حتى هو ماسك وزوين صراحه ها هو. وهذا موراه خديت هاد سيروم اللي فيه فيتامين سي ديال بي بيوتي، هاد الماركه ديال اللي كيديروها غاتيس بزاف. ها هو سيروم ديال فيتامين سي. خديت هادو ديال داك الحلوب الميك اب سلاويه ها هما، وخديت لي لانجيت الصغار هادو كينفعوا ديما زعما كنخرجوا معايا في الصاك وداك الشيء. فصافي هادشي اللي خديت، فليتس جو يلاه نبداو سكين كير ديالنا. اول حاجه غناخذو هادي، هادي خصني نبدلها طلعت لي في راسي. عندنا عندي هاد الماسك هذا، نقدر هو اللي ندير اي نو هادو الثلاثه اللي كانوا عندي كنبقى عندي هذا جو بونس ندير هذا. سو جايز قررت انا ندير هاد الماسك هذا، ها هو حتى هو اللي كنت خديته من غاتيس واللي غندير معاه كيتو مع هاد لابوس هادي لونه زرق. غنولي زرق اليوم.
ما عرفتش كيبان لكم مزيان ولا لا، ولكن المهم راه درت الماسك. غادي نخليه 15 دقيقه ومن بعد غادي نغسلو ورجع نكمل معكم. في هذه الوقيته هذه اللي غنتسنى فيها غادي نمشي باش غادي نحط لي بات وتسلقو، حيت في العشاء اليوم غادي نصايب لي بات وغادي نبارطاجي معكم الوصفه بيان سور سهله الفيت في اللي كندير. غادي نديرها مع صوص طوماط، فخليكم معكم هذا الفيديو. A few moments later. So guys، مورا ما دازت 15 دقيقه مشيت وصلت الماسك. دابا غادي ندوزو باش غادي نديرو الماسك ديال الفم والماسك ديال تحت من العينين مع هادو. غادي نديروهم. فنبداو بالماسك ديال تحت من العينين. نجيو نديرو الماسك ديال الفم وهذا بعدا ريحته كتحمق. شوفوني حيت الضو الاخر حيت كان صراحه كيديرونجي ضرني في راسي. فمهم حيت الماسك ديال لي ليف صراحه يضغطاهم ليا مزيان، حيت حتى ديال تحت العينين. دابا غادي نحاول بيت فيها كندوز غير على وجهي باش عاود سيركولاسيون صافي ديال تحت من العينين. هذا بدك لي ريد وكلشي. مورها انا زامي غندوز نبارطاجي معكم اشنو كندير لوجين. مهم ما غاديش ندير داك الفيتامين سي اللي خديت من كراتيس، وليت كندير هاد لي برودوي اللي عطاتهم ليا الطبيبه. ترى هذا كريم ايدراتون وهذا كيحيد لي تراس ديال الحبوب. مي صراحه وانا نصحكمش نقول لكم زعما سيروا خذوهم، حيت هادشي عنده علاقه بالوجه وجهد الواحد كيفاش دايروا. هذا ما غاديش نعرف لاكو ندير كل واحد فيكم كيفاش داير، المهم انا غير بارطاجيتهم معكم. اي ديجا كريم ايدراتون كنديرها الصباح، فدابا غادي ندير هاد الكريم هذا اللي كيحيد ليطاج ديال الحبوب، غادي نديرو على وجهي كامل. ماساج الوجه حيت ديما حنا كيخصنا الوجه يبقى طالع فوق بحال هكا. المهم كيما شفتو ابخي غادي ندير البون واليف اللي كندير ديال ايفيس، هو خديتو من غراتيس. ها هو كيفاش داير بحال هكا، غنديرو فوق من فمي تا هو. صافي هادشي صراحه اللي كندير لابو ديالي في الليل قبل ما الناس. اي شعري غير غادي نضفرو قبل ما الناس، دابا ما غنضفروش، نخلي بحال هكا يرتاح شي شويه عاد ديك الساعه قبل ما الناس نضفرو باش ما يتخلقش ليا في الناس او مونطون باش يشد راسو. راكم عارفين باش يلا كدوشو كيبدا الشعر يتنفخ داكشي. فالمهم دابا يلا ندوزو باش نصايبو العشيوة ديالنا ونبارطاجي معاكم لا غوسيت البنينة اللي كندير. سو ليتس جو. هاي جايز، سو مرحبا بكم في كوزينتي. ديجا راه شفتوها في اخر فيديو حطيت ليكم، الناس اللي ما شافوش الفيديو غنخليه ليكم هنايا الفوق. جربت شوفو المواصفات ديال تيك توك. فمرحبا بكم في كوزينتي صغيرة الكيوت زوينة. عرفتي بهاد البيجامة كتبان شكل، والله حتى في شكل وحق الله حتى في شكل. ديجا انا راه سلقت لي بات، راه شوفوا حطيت تمايا الصوص اللي غنديرو. غنديرو صوص طوماط، غنوريكم لي زانغريديون اللي كندير باش نصيب هاد لاصوص هادي. مي سيغ غاديش نوريكم كيفاش تسلقوا لي بات، راه كتعرفوا كيفاش تسلقوا لي بات، غير واش زعما تسلقوا لي بات وصافي. فالمهم بلا نطول عليكم بزاف، يلا ندوزو باش نبداو نصيبو هاد لاصوص هادي، وغادي نبارطاجي معكم كيفاش غنديرها بخطوه بخطوه. غادي نخلي لكم لي زانغريديون حتى في الفيديو مكتوبين باش يبقاو عندكم باش ترجعوا تشوفوا الوصفه من بعد اولا. المهم فليتس جو يلا نبداو. Thank you.
تعقد لكم. دابا غادي ندوز باش غنحط فوق منها لي بات، غنحط فوق منها لي بات وغنخلطهم هنايا. عاد ديك الساعه نحطهم في اوبس، نحطهم في بحال هاد لي بات كثار شي شويه. اتس اوكي اتس اوكي. دابا غندوز باش غنحطهم في البلاط ديالهم. سو جايز، انا خديت هذا المول، هذا جاني كيوت صراحه، تقدروا ديروا فيه لي غراتان ولا هذا لي بات حتى هما. فدابا غادي نجي غادي نغرف هنايا في هذا المول. المهم انا بحال درت لي بات شي شويه كثار. اتس اوكي اتس اوكي اتس اوكي اتس اوكي. نديرو بحال هكا وبحال هكا وبحال هكا، نحاولو نقادو حيت كيما قلت لكم في الفيديو اللي فات حنا ماستر شاف، دونك يخص ديكوراسيون ديكوراسيون الله يخليكم. فالمهم انا عمار تبارك الله راه غادي نتعشى مع راساتي هاد النهار. ديكوراسيون شي حاجه مهمه بالنسبه لينا، فغنجي هنا وغادي ندير بحال هكايا. ويت يا ربي تصدق ندير ليها بحال هكا، شبان ليكم هذاك ترو. المهم يعني كتقديم راه صافي، ها نتوما شوفوا المول وهذا واللعيبات، ودرت لكم درت لكم الربع من الفوق كوم كوا راه هذا. المهم هذا بالنسبه لي بات هما وجدوا لينا. غادي ناخذ هذا الكاس وغادي ناخذ ندير فيه الايس تي، هذا ماي فافوريت، ولات بليه عندي هذا الايس تي هذا. اوبس بنين ديال الخوخ، بنين بزاف. فوالا لي بات واجدين، خلينا الايس تي. سو ليتس جو، يلا نمشيو ناكلو. Right there on top of the moon we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. Sen de biliyorsun ben bu süreçte biraz fazla yıktım döktüm. Seyran'la ilişkimiz hasar aldı. Gelip benimle bu kadar açıklıkla konuşmak beni çok mutlu ediyor. Sana demiştim, kimseyle konuşma ama gel benimle konuş. Ben bileyim, başkası önemli değil. Evet söyle, ne yapacaksın? Aynen o kızmışsın. Seyran. Seyran'cığım size söyleseydiniz biz hazırlardık, size zahmet oldu. Vallahi hiç zahmet gibi gelmiyor Şefik Hanım. Kocama kahvaltı hazırlıyorum. Geldim am.